مباراة دازت في أجواء حماسية بين الجمهور وبين الأخوة الأشقاء هنا في مصر، واخا كانت مباراة شوية تكتيكية ولكن المغرب عرف يجيريها. مبروك علينا الفوز. المقابلة ما كانش سهلة، لعبنا ماتش صعيب بحكم أن المغرب كان عنده البلوكاج كيف ما نقولوا بلغة الكيران، كان عندنا كرة صعيبة. المهم هو تنفسنا في الأخر، تنفس هذا الجمهور مشى فرحان، هادشي اللي بغينا. انا مصري وجيت اشجع المغرب عشان احنا كنا في روسيا في كاس العالم، مصر تونس الجزائر المغرب كلنا كنا بنشجع بعض، وكل الفرق العربيه اللي مشاركه في البطوله الافريقيه هنشجعها، رايحين ماتشات الجزائر، رايحين ماتشات لتونس، وحضرنا وهنحضر كل ماتشات المغرب، وهنروح بالزي الفرعوني وهنشرف مصر عشان مصر يعني بنشرف حضارتنا، وبنقول للعالم ان مصر ام الدنيا، مصر الامان، مصر الفراعنه، وان شاء الله هنشرف مصر في كل الماتشات وفي كل الاماكن وفي كل البطولات. زي ما بتقولوا سي كيف كيف، حبكم بزاف وان شاء الله تكون بطولة اتمنى انها تكون مشرفينكم هنا في مصر، وترقبونا ان شاء الله في الماتشات الجاية بتاعت المغرب، هنيجي ونشجعكم كفرعنا مصريين نشجع المغاربة. كانت مقابلة صعبة صعبة بزاف، الماتش الاول لمويه 3-3 ان شاء الله تدخل الدوزيام تور ان شاء الله ديما المغرب. الماتش زوين، الدراري الله يعطيهم الصحة تقاتلوا، واخا ما كانش واحد المفعول اللي كنا نتسناوه، ما كانش واحد المجموعة اللي كنا نتسناوها، كانوا شي تغييرات. مزراوي خصو يكون رسمي، مزراوي بلاصتو في المنتخب، هادي هي الرسالة اللي بغيت نوصل، حنا مع المنتخب تنتيو الكاس وتنجيبو الكاس. كلشي كان مزيان، لي جوغ ديالنا كوم دابيتود او توب، و البوبليك ماروكان كان واعر، دونك اون سي تخي بيان اميزي مع مي بوت ايجيبسيان. سيتي تخي بيان، احسن حاجة انهم كسبوا في اخر في دارنيغ مينوت. اول حاجه تنقول مبروك لجميع المغاربه على هذه المباراه، هذه الماتش كان صعيب شويه، الاداء كان ناقص، ولكن بحال هذه النوع تاع المسابقات هنا ما كيهمناش الاداء، كيهمنا النتيجه 3 بوين. المهم الحمد لله حسن من التعادل، لانك باقي عندنا ماتش ثاني مع خصم اللي صعيب اللي هو الكوت ديفوار، والحمد لله على كل حال. وتنتمناو المنتخب ان شاء الله الوطني احنا فايلين عليهم بهذا اللقب، كنقولوا له الكوبي. المهم بغينا نجيبوا الاصليه ان شاء الله، وحد شكرا.